إن كان للإبداع عنوان فإبراهيم شرقي هو عنوانه، كيف لا؟ وهو الذي أبحر بعشاق الفن الرابع أمس إلى حقبة زمنية غابرة، طارحا قضية أزلية بطريقة كوميدية ساخرة اختزلت الصراع بين الخير والشر. تلك هي الأسطورة باسطة. أحداث المسرحية تدور حول شخصيات خيالية تخرج من كتاب قديم لتحكي حكايات لمدينة تفتقد لبطل يرفع من شأنها. عبارة عن كوميديا ساخرة تتناول قضايا الإنسان والإنسانية بصفة عامة، فتتكلم على طموح هذا الإنسان والإنسانية، على أمل هذا الإنسان في إنسانيته، وتتكلم على ما يجري الآن في العالم من فوضى، من ضوضاء، من حروب، من تحطيم هذه الإنسانية بصفة أبدية. الإبداع الكوميدي هذا الذي أتقن أداؤه 8 ممثلين عبروا بحركاتهم وكلماتهم وصمتهم أيضا عن عدة قضايا كالمنفى، الظلم، والصراعات الطبقية، في إخراج جمع بين الإبهار البصري والطرح الفلسفي. جيت من قبل شفتها، يعني ما حضرتهاش كومبلي، كان النهاية تاعها عجبتني بالبزاف، وتمنيت أنه نزيد نعاود نرجع ليها، يعني نشوفها من البداية للنهاية. المسرحية الباسطة راها تقريبا، مانيش عارف، العرض 10 ولا العرض 11 تاعها في المسرح الوطني هنايا. أبيت إلى أن أحضر وأرى باسطة يعني على المباشر. ممثلون يعني بارعون ما شاء الله، وفيه الألوان والديكور ثاني عبر عن يعني حقب زمنية، وتطرق على فكرة البطل، وفكرة البطل يعني مطروحة من قديم الزمن، إنسان دائما يسعى إلى أن يكون بطلا. وتبقى مسرحية باسطة، وهي كلمة إسبانية تعني كفى، واحدة من روائع المسرح الجزائري، مبرزة تقنيات الفن المسرحي الحديث، والتي هي مهداة لروح الممثل والمخرج يزن زايد رحمه الله.